بكم مشاهدينا الكرام من الجنوب، من صعيد مصر، من محافظة سوهاج، أهل الكرم، أهل العزة والكرامة والشهامة. فالتقدم مستحيل دون عمل شاق وصبر وإرادة، فمن عقد النية على النجاح وتخطى الصعاب لا يعرف كلمة المستحيل. وها هي مصر الجمهورية الجديدة بفضل المولى عز وجل، ثم قيادتها الحكيمة وشعبها الأصيل تحقق المستحيل. فاليوم كما تابعنا الجولة التفقدية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قرية أم دومة بمركز طمة بمحافظة سوهاج، هذه الجولة التفقدية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تفقد فيها عدد من المشروعات لمبادرة حياة كريمة التي نفذت على أرض الواقع ويجني ثمارها اليوم أهالي الصعيد، حيث بدأ السيد الرئيس جولته باستعراض لاصطفاف أكثر من 1000 متطوع من متطوعي مبادرة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، حيث وجه سيادته الشكر لكل من شاركوا في هذه المبادرة، سواء من مبادرة حياة كريمة أو التحالف الوطني الأهلي التنموي، والتحية لهم وثمن جهود مشاركتهم في تنفيذ هذه المشروعات بمبادرة حياة كريمة، وأكد على أهمية العمل التطوعي الذي يعد ركيزة أساسية للتنمية المستدامة للارتقاء بالريف المصري من أجل توفير حياة كريمة لكل قاطنيه، وأيضا من أجل تحقيق أجندة التنمية المستدامة في مصر. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا على أن ما تم وما نشهده في هذه المركز أو هذه القرية تحديدا قرية أم دومة بمركز طمة هو المرحلة الأولى، وتعهد بتنفيذ المرحلة الثانية والثالثة من أجل الارتقاء بجودة حياة المواطنين. وأثناء تفقده تفقد السيد الرئيس نقطة الشرطة التي نفذت في قرية أم دومة، نقطة شرطة أم دومة، وأيضا تفقد مركز وحدة طب الأسرة بأم دومة التي تم تطويرها ورفع كفاءتها وفقا لنظام التأمين الصحي الشامل. وتحدث السيد الرئيس في هذه الجولة عن الآفة التي تأكل أي تنمية، وهي آفة الزيادة السكانية، ووجه المواطنين بضرورة النظر في الزيادة السكانية حتى يتم توفير مستوى تعليمي وصحي جيد للمواطنين، ولأن الدولة أيضا تتعهد بتقديم يعني فرص عمل للأهالي من أهالي الصعيد تحديدا. من أجل ذلك لابد أن يتم إعادة النظر في الزيادة السكانية تحديدا. أيضا نتحدث عن إجمالي مشروعات تم إنفاقها في صعيد مصر تقدر ب1.5 تريليون جنيه، أي نتحدث عن ربع ما تم إنفاقه تحديدا في عموم محافظات الجمهورية في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تم إنفاق حتى الآن في هذه المرحلة أكثر من 7 تريليون جنيه. إذا تحدثنا عن نصيب محافظة بني سويف سوهاج عفوا في هذه المشروعات التنموية التي تتم في الصعيد، نجد أنه تم إنفاق أكثر من 102 مليار جنيه في هذه المشروعات التنموية التي جعلت الصعيد اليوم سعيدا بهذه المشروعات التي لبت متطلبات المواطنين فيه، ووفرت لهم آلاف من فرص العمل، ووفرت أيضا مستقبل أفضل لأبنائهم. نحن نتحدث عن إجمالي 7 مراكز، وهي المراكز التي وجهت لها حياة كريمة عدد من المشروعات بإجمالي مشروعات يصل إلى 2877 مشروعا في 81 قرية و1123 تابعا بتكلفة إجمالية تخطت 40 مليار جنيه. 7 مراكز هي مركز سقلتا ودار السلام وجرجة والمنشأة والمراغة والبليانة وطمة. طمة ذلك المركز التابع له قرية أم دومة التي تفقدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل. ما زلنا مشاهدين نتابع جولة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في صعيد مصر، هذه الجولة التي بدأت بزيارة سيادته
قرية أم دومة بمركز طمة بمحافظة سوهاج. هذه القرية التي تستعد لتكون قرية نموذجية بأكثر من 18 مشروعا. هذه المشروعات جاءت تلبية لطلبات قاطنيها بأن يكون هناك صرف صحي، مشروعات بنية تحتية كإنترنت، وأيضا محطة مياه ومحطة تحلية ثنائية، بالإضافة إلى مكتبة مركزية من أجل تنمية الإنسان في قرية أم دومة، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الأخرى كرفع كفاءة واستحداث مدارس للتخفيف من الزيادة داخل الفصول، بالإضافة أيضا إلى نقطة شرطة أم دومة، بالإضافة أيضا نتحدث عن نقطة إسعاف وغيرها من المشروعات الخدمية كمراكز خدمة المواطنين التي تخفف العبء من على كاهل المواطنين، وحولت قرية أم دومة إلى أشبه ما يكون من مدينة مصغرة. هذه المدينة تضم كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنون في هذه القرية تحديدا. هذه هي أولى جولات السيد الرئيس، وكانت المحطة الثانية له، حيث أقف الآن في جامعة سوهاج. هذه الجامعة سوهاج، جامعة سوهاج الجديدة، التي تضم بين طياتها أكثر من 11 كلية. هذه الكليات تخدم ما يقدر ب 70,000 طالبا، بالإضافة إلى حوالي 15,000 من طلاب الدراسات العليا. وكما تابعنا منذ قليل، حيث استمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء العرض المقام داخل الجامعة لعدد من الطلاب والأبحاث العلمية لهم، وتعهد بأن يلبي كل احتياجات وطلبات هؤلاء الطلاب لتحقيق مزيد من النجاح، دون أن تتكبد الدولة شيئا من ميزانيتها، لأن الدولة تصرف في كافة محافظات الجمهورية. وقالها صراحة بأن ما يتم إنفاقه حوالي 7 تريليون جنيه في محافظات الجمهورية المختلفة من مؤسسة حياة كريمة للنهوض بجودة الحياة في الريف المصري تحديدا، ولكن هذا لا يكفي، لأن حلم الجمهورية الجديدة هو حلم كبير يحتاج إلى مزيد وأضعاف من هذه الأرقام. وأيضا شجع الطلبة بأن يعملوا وأن يتحلوا بروح الصبر، ويتحلوا أيضا بروح الإرادة والعزيمة لتحقيق المستحيل. فالمستحيل لا يتحقق أبدا دون عمل شاق وعناء كي يجنوا ثمار هذا التعب. نتحدث عن جامعة سوهاج الجديدة، هذه الجامعة التي تم الانتهاء من مباني كليات عديدة فيها، ككلية الحقوق وأيضا العلوم، وكلية طب الأسنان، كلية رياض الأطفال والتربية الرياضية، مبنى معامل الأقسام الطبية، ومبنى الإسكان الطلابي، مبنى مجمع المدرجات، بالإضافة إلى المكتبة المركزية وصالة الألعاب الرياضية. هذه الجامعة التي تعد العقل والقلب النابض بسوهاج، كونها الشريك الرئيسي في المشروعات التنموية التي تحدث هنا في أرض سوهاج، وأيضا تسلح أبناء هذه المحافظة بالعلم والمعرفة. نتحدث عن منارة للعلم والثقافة والتنوير والمعرفة بجنوب الصعيد. نتحدث عن مجتمع تنموي علمي تعليمي في صعيد مصر، حيث حصلت الجامعة على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في يناير 2022 بمحو أمية أكثر من 11,206 مواطنين، وحصلت أيضا على المركز الثالث بإجمالية 19,433 مواطنا في يوليو 2022. إذن جامعة سوهاج تثير بخطوات ثابتة، خطوات نحو التقدم، نحو تسليح أبناء الصعيد بالعلم والمعرفة، وأيضا تواكب كل التطورات والمتغيرات في التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات. فنجد أن هناك مركز تم تدشينه أيضا لكي تكون جامعة سوهاج مواكبة للرقمنة والتحول الرقمي تحديدا، وهو ما تسعى له مصر في استراتيجيتها، استراتيجية التنمية المستدامة. أيضا آخر جولات السيد الرئيس التي سوف نشهدها بعد قليل هنا في محافظة سوهاج، نجد أنه سوف يفتتح مستشفى سوهاج التعليمي الجديد. هذه المستشفى التي تخدم ليس فقط أبناء محافظة سوهاج، بل
تخدم الصعيد ككل، لأنها مستشفى مقامة على مساحة تقدر بحوالي 26 ألف متر مربع، وتكلفت ما يقدر بمليار و178 مليون جنيه. تضم هذه المستشفى نحو 47 سريرا للعناية المركزة، وما يصل إلى أكثر من 10 غرف للعمليات، مقسمة أيضا إلى 3 مباني. هذه المباني القسم الأول فيها يضم قسم الاستقبال والعمليات الخارجية، والثاني المبنى التعليمي وكلية الطب البشرية، والثالث مبنى الخدمات، ويشمل كل الخدمات التي تقدمها المستشفى، بالإضافة إلى 286 سريرا من بينهم قسم خاص بالعيادات الخارجية. يضم هذا القسم نحو 12 غرفة من الغرف العمليات الجراحية الكبرى والصغرى. إذن نحن نتحدث عن مشروعات تتم في صعيد مصر، مشروعات تحقق ثالوث التنمية المستدامة والركيزة الأساسية لها: التعليم، الصحة والصناعة.